السلام عليكم أصدقائي، معكم سيمو براتيك في شرح جديد عن بطاريات اللابتوب الداخلية. في هذا الشرح لدينا بطارية داخلية بها مشكل توقف الشحن في 0%. فكما تلاحظون هذه هي البطارية، وغالبا ما يكون لديها وصلة يمكن زعها بهذا الشكل. في هذه الحالة سوف ألجأ إلى طريقة تستعمل في حالة بطارية الهاتف أو الطابلت. هذه الطريقة هي شحن البطارية يدويا وبجهد عالي نسبيا. وذلك من أجل وصول الكهرباء لجميع خلايا التخزين في البطارية. غالبا ما تكون إحدى الخلايا في حالة خمول. لاحظ هنا تمر هذه الوصلة من هنا نزولا إلى بوردة صغيرة. لاحظ هنا يوجد الطرف الموجب باللون الأحمر والطرف السالب، ثم يوجد أيضا ثلاثة أطراف أخرى، وسوف نتعرف في هذا الشرح عن وظيفة تلك الأطراف. إذا قمت بالقياس في هذا الطرف الأحمر والأسود هنا فلن أجد أي خرج لفولت، وهذا طبيعي. لكن إذا ما قمت بالقياس في هذه الأطراف هنا فسأجد الجهد. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل أولا على أنني لا يمكن أن أشحن البطارية يدويا من هذه الأطراف هنا الأحمر والأسود، فهذا خطأ. إذا لاحظت هنا توجد اثنان من المركبات الإلكترونية تسمى الموسفيت، وسوف تجد رابط أسفل الفيديو يشرح طريقة عمل الموسفيتات، وهي خاصة بفتح الدائرة أو الغلق والمتحكم بها من طرف هذا الآي سي. هذا الآي سي يأخذ إشارة من اللوحة الأم لللابتوب، تأتيه إشارة في حالة ما إذا كان الشاحن مركب على البوردة أم لا، وأيضا يرسل بيانات نسبة الشحن وعدة أمور أخرى. إذا ما قمت بقياس في هذا الموسفيت سوف أجد فولتية، لكن إذا ما قمت بالقياس في خرج الموسفيت الآخر فلن أجد أي شيء. إذا نأتي إلى طريقة شحن البطارية يدويا عن طريق محول أو ترانسفور 12 فولت 2 أمبير. أضع الطرف السالب في الطرف السالب، وعلي أولا التأكد أنه متصل بالطرف الأسود في الفيشة. سوف أقوم بتلحيم الموجب والسالب بهذه الطريقة، ثم أتركه لبعض الوقت، ثم أقوم بالقياس لأجد الفولت. بدأ بالارتفاع ثم أكرر القياس إلى أن يصل الجهد إلى 11.4 على حسب البطاريات. ثم عندما أجد أن البطارية قد شحنت بالكامل أقوم بتركيبها في اللابتوب، ثم وضع الشاحن على اللابتوب وتأكد هل نجحت العملية، وغالبا تنجح العملية إن شاء الله. إذا كان هذا شرحنا لهذا اليوم، أتمنى أن تشارك الشرح مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. كان معكم سيمو براتيك، والسلام عليكم ورحمة الله.